بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، التحية تستمر والانطلاق يتجدد. هناك أيضا انطلاقة شوطنا الثامن والمخصصة للقعدان في مهجنات الأصايل على البركة. مشاهدينا متابعينا الكرام، نسير مع هذه الشعارات. جايزنا في هذا الشوط سيارة أيضا بالفائز بالمركز الأول. هناك أيضا من هذه الأسماء المميزة دائما في عالمنا الساحر، عالم سباقات الهجنة العربية الأصيلة، أسير مباشرة هناك أيضا مع المقدمة، هناك مع الصدارة، بل اندفاع الجميل هناك أيضا على صدارة هذا الشوط والمركز الأول الباز عبد الله بن سالم بن محمد المري من يقدم لنا الباز، بينما التسللات من الجانب الأيمن هنا في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعينا الكرام، الصدارة في هذه اللحظات الوضيحي محمد بن عبد الله بن سليم الدرعي من يتقدم على الصدارة، بينما المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام من لحام الرقم 106 يتواجد على الصدارة اللي هو ملفت هزاع بن حمدان بن سعيد الدرعي. انتقل إلى المركز الثاني، انتقل إلى المركز الثاني وصول وتقدم من شاهين مسعود بن علي بن مرزوق المنصوري، خذ المركز الثاني. انتقل إلى المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، هذا هو الباز عبد الله بن سالم بن محمد بن مسعود المري. انتقل إلى المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات وفي هذا المسار، وصول وتقدم هناك من أديب مبارك بن راشد الشامسي، خذ المركز الرابع. انتقل إلى المركز الخامس، شوفوا من القادم التقدم من الشقب علي بن طالب بن علي النابت المري مع الشقب في هذه اللحظات. المركز السادس مشاهدينا متابعينا الكرام، وصول من نجد إبراهيم بن يحيى، هناك أيضا يتواجد بالمنصوري، بينما تابع المركز السابع وصول وتقدم من شمردل محمد بن راشد بن مصبع أيضا يتواجد في هذه اللحظات اللي خذ المركز السابع. أتابع المركز الثامن، هناك مفتي ناصر بن معيوب بن سعيد الشدي يتواجد على المركز الثامن. المركز التاسع، شوفوا الدخول مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات، وصل مبلش سعيد بن سرحان بن سعيد الكتبي من يتواجد في هذه اللحظات. المركز العاشر، الله يا هذا القدوم، الله يا هذه الشعارات، مروح خذ المركز العاشر هادي بن محمد بن مانع العجمي. هكذا النتيجة لهذه الشعارات، شعارات مميزة، أسماء لها صولات وجولات في عالمنا الساحر، عالم سباقات الهجنة العربية الأصيلة، أسير مباشرة على البداية، أسير مباشرة على الصدارة مع المركز الأول في هذه اللحظات. هناك ملفت هزاع بن حمدان بن سعيد الدرعي يقدم لنا ملفت على مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول. انتقل إلى المركز الثاني، وصول وتقدم على المركز الثاني من الباز عبد الله بن سالم بن محمد بن مسعود المري، تابع المركز الثالث ووصل أيضا وتقدم في هذه اللحظات من شاهين مسعود بن علي بن مرزوق المنصوري، خذ المركز الثالث. أرى الأسماء بدأت تتقدم، سيل جارف يأتي من المراكز الخلفية، وصول وتقدم أيضا من الشقب علي بن طالب بن علي النابت المري على المركز الخامس. ولكن اللي تدخل أديب مبارك بن راشد الشامسو، يا سلام يا سلام يا سلام في هذه اللحظات، وحامل شعار قناة ياس لكل الناس. هناك أيضا من يتواجد بانطلاقة جميلة، انطلاقة الشقب، بينما تابع المركز السادس. أتابع الوصول والتقدم في هذه اللحظات في هذا المسار، مروح بدأ يروح في هذه اللحظات هادي بن محمد بن مانع بن دواس العجمي، وصل أيضا شعار بن دواس، بينما هناك تابع باللي قادم واللي تدخل في هذه اللحظات. أشوف هناك الشاش وهداد قادم، الله
أوه الله يا هذا المسار، السيارة السيارة، من هو سعيد الحظ؟ هناك أيضا مع السيارة ذيبان قادم عبد الله بن مرزوق بالرقراق المزروعي، هناك أيضا يقدم لنا ذيبان، ولكن الوضيحي محمد بن عبد الله بن سليم الدرعي، يا سلام يا سلام يا سلام، وصلوا العمالقة والكبار، بدأ يتواصلون في موقع واحد، في مسار واحد، في تحدي واحد، إثارة جميلة مشاهدينا متابعينا الكرام. أعود إلى البداية، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول. الباز، الباز ما زال هنا منذ البداية وحتى هذه اللحظات يتقدم. السيد عبد الله بن سالم بن محمد بن مسعود المري يقدم لنا الباز، ولكن هناك أيضا الصدارة والمقدمة مع المركز الأول ملهد هزاع بن حمدان بن سعيد الدرعي على مقدمة هذا الشوط. فركز يا أبو منصور، ركز ركز يا ناصر الزرعي على المقدمة، بينما المركز الثاني وصول من الشقب، وصل الشقب علي من طالب بن علي النابت المري، خذ المركز الثاني، أتابع المركز الثالث، أديب واصل، أديب تقدم، مبارك بن راشد الشامسي خذ المركز الثالث، بينما الوضيحي محمد بن عبد الله بن سليم الدرعي على المركز الثالث، المركز الرابع، وصول وتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام. شوفوا من القادم المتحد ما يبنى لطاري إلا في هذه اللحظات، راشد بن محمد بن معيوف المهيري هناك أيضا بدأ يتقدم في هذا الانطلاق، مكرم منصور بن ناصر بن علي هناك الخيلي، الله الله السيارة السيارة السيارة، هناك أيضا الكل طموح الفوز، والسيارة في هذا الشوط بقيادة جميلة، بقيادة هناك أيضا ملفت على البداية الأولى هزاع بن حمدان بن سعيد الدرعي، ما زال على المقدمة، ما زال على صدارة هذا الشوط، ولكن بدأ التسلل، بدأ التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام من الشقب علي بن طالب بن علي النابت المري، خذ المقدمة، خذ صدارة هذا الشوط، أديب وصل في هذه اللحظات، مبارك بن راشد الشامس، يا سلام، الأمور في خطر مشاهدينا متابعينا الكرام على المركز الثاني. شوفوا من القادم، شوفوا الأسماء التي بدأت تتقدم في هذه اللحظات، هذا مكرم، هذا هو مكرم على البداية الأولى، منصور بن ناصر بن علي الخيلي يتقدم على صدارة، على صدارة هذا الشوط، شعار شعار هناك أيضا من سرود على مقدمة هذا الشوط على البداية الأولى، شعار الخيلي من يتقدم بانطلاقة مكرم، ولكن وصلوا وصلوا يا بن سرود، وصلوا الكيل الأخير، الكيل الخطير، ولد الحصان هناك أيضا يتواجد في هذه اللحظات مع النعيم، يا سلام يا سلام، يا هذا الرقص، يا هذا الرقص، هنا معركة 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 ما بين الفطاحلة ما بين الكبار، بقيادة هناك مكرم على البداية الأولى، منصور بن ناصر بن علي بن سرود الخيلي هنا أيضا من ينتزع سيارة هذا الشوط على البداية حتى هذه اللحظات، جولة الأوامر، جولة التحديات والإثارة هنا، 600 متر الأخيرة، المركز الثاني ولد الحصان شبيب بن محمد بن عمير النعيمي على المركز الثاني، ولكن أعود إلى البداية، أعود إلى الصدارة، مكرم مكرم يكرم نفسه بسيارة هذا الشوط، بزعفران هذا الشوط، 400 متر، سلام سلام سلام، والسلام هنا في هذا المسار، هناك سلام يا رماح، سلام يا رماح، سلام سلام، تحية واحترام على فوز مكرم، هناك أيضا للسيد منصور بن ناصر بن علي بن سرود آل خيلي، هناك أيضا سالم الحكماني من يقوده، ولكن أتابع، يا سلام، أتابع أتابع اللي واصل هناك، معدي ناصر بن حمد بن حميد الزرعي، ولكن البداية ما بين معدي ومكرم، مكرم سلام يا رماح، سلام سلام، تحية واحترام، المركز الثاني ما يبنى لطاري الله في هذه اللحظات، معدي ناصر بن حمد بن حميد الزرعي، بينما المركز الثالث وصول أيضا وتقدم مشاهدينا متابعين الكرام، اللي حامل رقم 87 أيضا وسام طهميمة بمطار بن عنود العامري، والمركز الرابع لحظات وصول مشاهدينا من شاهين محمد بن عبد الله بن ثاني النعيمي أيضا، والمركز الخامس أيضا وصل معنا أيضا ولد الحصان،
شبيب بن محمد بن عمير النعيمي. هكذا النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسة المراكز الأولى، تهانينا والناموس على هذا الفوز. فوز هناك أيضا مكرم منصور بن ناصر علي بن سرود الخيلي. لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية بلغت السرعة 50 كيلو متر في الساعة. هناك أيضا أعزائي المشاهدين لحظات الوصول وانتزاع شوط أيضا هذا الشوط، سيارة هذا الشوط 9 دقائق 25 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. سلام سلام هناك أيضا وأيضا في رصيده السيارة الثالثة، سلام للمع سلام. بينما المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام ايضا وصل ايضا معدي ناصر بن حمد بن حميد الزرعي، والله يقول الحق قدم العرض الجميل 9 دقائق 27 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث، اعطيني توقيت المركز الثالث مشاهدينا متابعين الكرام، هذا هو وسام طهميمه بن مطر بن عنوده العامري، خذ المركز الثالث. والتوقيت يا مخرجنا، توقيت المركز الثالث لحظات وصول وسام طهميمه بن مطر بن عنوده العامري ايضا 9 دقائق 29 35 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الهايزي.